علاقة الرياضة بالصحة وكيفية آثارها حتكون على بعض أجهزة الجسم. كلنا نعرف أنه أثر الضغوط الحياتية اللي دائما تؤدي إلى سرعة المعيشة خلت أنه الرياضة هي شيء مجهل، أنه الناس ما تمارس هاي التمارين الرياضية ملتهية، خلينا نقول بلقمة العيش والعمل والظروف الحياتية اللي دائما تشغلهم عن هذه. إضافة إلى ذلك غياب التغذية السليمة، ما نعرف أنه شنو هو النظام الغذائي اللي لازم على كل إنسان أنه هو لازم يعرف نظامه حتى يحافظ على جسم صحي سليم ويحافظ على اللياقة وتوازن جسمه. وأيضا إضافة إلى كل هذه حتكون العمر، تقدم سن البشر دائما حيأثر على تعيق أنه هو يمارس التمارين الرياضية. إذا حوار حلقتنا لهذا اليوم راح يتحدث بخصوص هذا الموضوع مع ضيفنا لهذا اليوم اللي هو المدرب والحكم الدولي الكابتن حسنيان الحداد. صباح الخير عليك كابتن. صباح الخير عليكم وعلى أحبتنا المشاهدين، حياكم الله. صباح الأنوار، أهلا وسهلا كابتن. اليوم حوارنا يتحدث مثل ما ذكرت بالبداية على الرياضة وكيفية نتعرف علاقتها بالصحة وشون تأثر على الجسم بصورة عامة. كابتن أنت حاصل على ماجستير أكاديمية الاتحاد الدولي، أريد نتحدث عن هاي الشهادة، لمن تمنح؟ الحقيقة أنا بالأصل خريج جامعة بغداد كلية الهندسة، نعم، بكالوريوس. يعني قلت لك بعد فترة من يعني مضي أكثر من كذا سنة طلعت خارج العراق، دربت أكثر من دولة، ترشحت على هذه الأكاديمية. هذه الأكاديمية يعني خاصة بأكاديمية الاتحاد الدولي، معنية بالآي اف بي بي، الاتحاد الدولي الخاص بالبناء الأجسام والرشاقة. ترشح يعني المدربين اللي عندهم أصحاب امتيازات وكذا، فالحمد لله والشكر ترشحت يعني تقريبا 2016 أو 2017 على هذه الماستر. تقريبا حدود التسع ليفلات ناخذ من عندها، بعد ما توصلين المستوى التاسع اللي هو طبعا من الليفل او الحد التاسع نوصل هذه المرحله لازم نسوي الريسيرش البحث ورساله الماستر. الحمد لله والشكر حصلت عليها بتقدير امتياز، وهذه طبعا اكون يعني لي الشرف وانه لاسمي اني وبالاصل لاسم العراق انه احصل على هذه الشهاده، اول عراقي يحصل على هذه الشهاده، اضافه الى تقدير امتياز يعني ك مدرب عربي واجنبي. فالحمد لله والشكر يعني قلت لك هذه منحت من اكاديميه الاتحاد الدولي بعد مرور اكثر من سنتين بالدراسه والبحث، والحمد لله والشكر حصلنا عليها. الحمد لله والشكر، اكيد تستاهل كل الخير. الله يسلمك ويبارك فيك. طيب كابتن، نرجع لحوار حلقتنا لهذا اليوم بدي يتحدث عن الرياضه، نريد نعرف اليوم شنو هو الوقت المناسب اللي يقدرون يمارسون به الرياضه باليوم. انت مثل ما تفضلتي حضرتك بدايه ما يعني بلشتي ويا البرنامج قلتي احنا ظروف الحياه والضغوطات، وبعض الاحيان هي مو بعض الاحيان دائما لما يجيني شخص مثلا او حضرتك تجيني تساليني تقولي ما عندي وقت، هذه مشكله. طبعا احنا الوقت موجود لكن ما عندنا اداره للوقت، يعني التايم مانجمنت هذا نفتقده، يعني تنقصنا هذه الثقافه وتنقصنا ثقافه التغذيه. فبالتالي التايم مانجمنت اذا اجيت اني رتبت سويت لي خطه عمل بالذات اليوم مثلا، ما اريد يومين ثلاث ايام او اربع ايام، لليوم هذا مثلا ابتداء من الصباح اليوم عندي اني برنامج فلان وقت، سويت تشيك ليست هذا الوقت مالتي، بعد ما اطلع عندي التزام ثاني وكذا وكذا، فبالتالي رتبت الوقت مالتي حصلت لي وقت تقريبا ما يقارب نقول 45 دقيقة، يعني اضعف الايمان. ممكن تمارسين الرياضة في صالة رياضية، وممكن تمارسيها على الملاعب المفتوحة، وممكن تمارسيها بالبيت، لكن كل واحد وإلى خصوصيته. فعلا اكيد احنا دائما ننصح ونقول انه الرياضه هي شيء مهم، جانب من جوانب الحياه، يجب على كل انسان انه هو يقوم بهاي ممارسه الرياضه والتمارين الرياضيه، خاصه خلينا نقول في فتره الصباح. حتى احنا في برنامج يوم جديد دائما عندنا فقره الرياضه الصباحيه، دائما تكون مره مع مريان مع ما شمم، اكيد كلها هي حتكون تمارين رياضيه تفيد الجسم وصحه الجسم. لكن نرجع ونقول انه الرياضه مهمه حتى لو مره واحده بالاسبوع يعني اضعف الايمان ستي، هو ممكن نقول يعني مره بالاسبوع بس، لكن يعني هذا المعهد الامريكي اللي معني بالرشاقه وصحه الانسان يقول يعني نفسرها بالعراقي اضعف الساعات ممكن تحصل عليها بالاسبوع كليته، ممكن تاخذ لك فده ثلاث ساعات قسمها على هذا الاسبوع ممكن تصير عندي ثلاث جلسات، اضعف الايمان هذا. انت تفضلتي سالتيني قلتي لي شنو افضل وقت باليوم، ممكن احنا يعتمد رجعنا على التايم مانجمنت. انا عندي التزامات صباحيه لحد ما اتفرغ وافرغ لي هذه الساعه، ممكن يكون فتره المساء ما عندنا كل مشكله، لكن الاداء راح يبدي يفرق عندي. يعني مثلا الفتره الصباحيه انا لما اجي اتمرن الصبح
اكو تمارين خاصه، هذا معنيه بالاخصائي اللي راح ينطي هذا المنهاج التدريبي. نعم. والمنهاج الغذائي اكيد مبني على اساس انه هذه الكيس كامله نتعامل ويا كل لاعب هو عباره عن كيس، يعني مثلا الحاله الصحيه، الحاله الاجتماعيه، عمله شنو اللي يدخل. يعني مرات انا اشبه نفسي، مو اشبه نفسي، هو هذا يعني واحد من اللي تعلمناه بالفتره. نعم. الماستر. نعم. يقول انت كمدرب حاول تكون طبيب اللاعب مالتك، مو بالمعنى الدقيق بقدر ما انه انت تفهم الحاله الصحيه مالته، تفهم الحاله البدنيه مالته، تفهم الحاله الاجتماعيه مالته، كيف ممكن راح نرتب الوقت، وممكن اتداخل وياه بالترتيب الوقت فعلا. يعني ما عندنا كل مشكله انه نرتب الوقت، تعال انت بفلان وقت تتمرن، فادائه راح يبدي يفرق. يعني ممكن اخليه يتمرن الصبح ويروح بعد الصباح كمل الجلسه التدريبيه مالته وراح للعمل ماله. نعم. أداء راح يفرق بالعمل مالته. شوفي بعض الشركات الأجنبية، وأنا يعني في يوم ما زرتها بإيطاليا. نعم. التقيت بمدير شركة فحدثني، شافني رياضي وكذا، بدأ يأخذ ويمطي وياي. طبعا بمجال عملي الهندسي. نعم. إلها انعكاسات الهندسية على المجال الرياضي، والرياضة إلها انعكاسات على المجال الهندسي. نعم. وهذا فشي كلش يعني أنا أشوفه يعني مميز. نعم. فبالتالي قلت لك يعني من شاف انه شخص رياضي مقابله وكذا، بدا يتودد ويحكي عن الرياضه وكذا وكذا، فقال لي خلي اراويك اللي موجود عندي انا. والا صعدنا للطابق الاخير بالشركه، صاله رياضيه جدا بديعه. فانا ابتسمت ضحكت قلت له انت شنو يعني مثلا يعني مختص بمجال البناء الاجسام لك هوايه؟ يعني اللي اشوفه انت تحب سباق السيارات وكذا وكره القدم وهذا، الى ولعب الرياضه لكن مو تخصص سبيشال بهذا المجال. قال لي لا انا الي ولع ويا، طبعا هذه راح نحكي بيها اكيد، الي ولع ويا الموظف مالتي، اريد اطلع من السترس، احاول قدر الامكان. انت دا تشتغل فتره ما، يعني مثلا عندنا باللانش تايم فتره الغداء، ممكن ياكل الوجبه مالته، ممكن يقول لك انا ما عندي يعني شهيه للاكل، ما عندي كل مشكله، اريد اروح شويه اخذ يعني كم تمرين، فيطلع من السترس مال العمل. كل عملنا بما في حضرتك هسه العمل مالتك اكيد لازم عندك يعني اوقات من عنده يصير ضغط عليك، فهذا الضغط ينعكس على الحاله النفسيه، وهذه لها تباعا. نعم. مثل ما تفضلتي الرياضه معنيه ومهمه للحاله البدنيه، للحاله الصحيه، للحاله الذهنيه، وتنعكس بالتالي على الحاله الاجتماعيه. فقلت لك يعني شفته، والا هو مسوي له فصاله جدا راقيه، والموظفين مالته يجون يرتادون هذه الصاله اوقات الفراغ، اكيد ما راح ياثر على عمله. أكيد. ولا راح ياثر على مجال التمرين. اذا هيك شيء حلو، واحنا دائما يعني نشجع انهم يشجعون الرياضه بكل الاوقات. طبعًا. حتى باثناء العمل دا يقولون وقت الريست الاستراحه مالتهم انهم يقومون بالتمارين الرياضيه. طبعًا. في سبيل ما يهملوها حتى وان كانوا مشغولين. نعم. طيب كابتن، احنا حنفتح الاتصالات، الاتصالات حتكون مفتوحه، اللي حاب يتصل ويشارك بحوار حلقتنا اليوم اللي يتحدث عن الرياضه والصحه وتاثيرها على بعض اجهزه الجسم. نستقبل كل اتصالاتكم ومشاركاتكم. طيب كابتن، اريد اسال انه الرياضه تنصح بها الاهالي انه من اي عمر يبدون يربون او يعلمون اطفالهم على تمارين رياضيه؟ والله ستي انا مو انصح، انا أأكد. ودائما يعني عندي برنامج اسبوعي. نعم. أوجه التحية لكل كادر ابتداء من أكبر عنصر موجود بيهم وأقل عنصر وظيفي طبعا. نعم. أكيد لكادر إذاعة وزارة الداخلية، عندنا برنامج أسبوعي اسمه برنامج لايف ستايل. هذا البرنامج كل يوم اثنين ساعة 10 صباحا. وأكيد هم يعني مثل ما حضراتكم هنا مفتوحة الاتصالات، عندنا الاتصالات مفتوحة، فهذا البرنامج دائما يوميا أأكد على هذا الموضوع أنه. نعم. لازم اطفالنا نبدي، انت تتذكرين يعني فتره المدرسه من كنا. نعم. بالابتدائي والمتوسط وكذا كان عندنا درس الرياضه مهم، انا بالنسبه لي اللي فترتنا اللي ارتديناها للمدارس، لكن حاليا ما ابخس حق المدرسين الرياضه، لكن يمكن اجي اذا اطلع نسبه في 90% للاسف درس الرياضه عندهم يعني اوبن، ترك اللاعب ترك الطلاب وانتهى الموضوع او خلاه نهايه الدرس وطلعهم من وقت ضغوط المناهج انه ما يلحقون يخلصون المناهج. شوفي هاي نقطه كلش مهمه ستي، الدرس الرياضي حتى يكونون في سبيله غير منهج. احسنتي، مو هذا داخلين احنا بالتفاصيل. نعم. ضغط المنهج. نعم. يعني الروتين مال المنهج، اذا سوى ماده جافه ويا اللاعب، العفو ويا الطالب، همين اللاعب اكيد هو، فهذا الطالب بدا يعني يشوف حاله روتين ممل يصير عند الدراسه، احنا شفناها. فبالتالي من تنطيه درس ترفيهي كرياضه وتقومين من عنده، بالتالي نحصل على جسم سليم وعقل سليم
ويذوب ويا المجتمع. يعني هذا أنا أصنع من عندهم قيادات بالمجتمع، يعني على مستوى معلم، على مستوى مدرس، مهندس، طبيب، مجال إعلامي، تشوفيه قيادي في مجال عمله فعلا. فالرياضة جدا مهمة. إيجابي. أنت حضرتك سألتي على العمر، هو ابتداء من العمر 8 سنين ممكن، يعني 8 سنين؟ أكيد. طيب. طيب كابتن، عندنا اتصال، خلينا نشوف رأي المشاهد بحوار حلقتنا لهذا اليوم. ضياء من بغداد، صباح الخير. صباح النور، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. تحياتكم، تحية لمديركم المدرب الكريم. تحياتنا لك، تفضل. حياك الله. حقيقة عندي سؤال للأستاذ المدرب، يعني أنا عندي رأس الآلام أسفل الظهر، يعني شنو التمارين المهمة يعني اللي ممكن تخلص من هاي الآلام؟ يعني مثلا الوقت تأثير، مرات أنا بدي أعمل عقلة، يعني بدي يعني هاي العقلة أحسها ما تأثر هواية على أو تخفف من هاي الآلام يعني. نعم. ممكن أخلي مثلا ثقل أسفل الرجل أثناء العقلة حتى ممكن يسحب العمود الفقري أو شيء يقلل من هاي الآلام، أو عنده فد تمارين رياضية ممكن تفيدني وتقلل من هاي الآلام يعني. نعم. كابتن يقول لك انه انا عندي الام اسفل الظهر، شنو التمارين الرياضيه اللي تنصحني بها حتى تخف هاي الالام او اتجنبها؟ وايضا يقول لك انه انا العب عقله ومثلا انه دي يسبب الم باسفل ظهري، انه اقدر احط ثقل تحت قدمي حتى ينسحب مثلا العمود الفقري وما ياثر عليه. طبعا اوجه شكري للاخ ضياء. الحقيقه هو الحاله نتعامل وياها بشكل خاص، يعني احنا بصوره عامه عنده اصابه اسفل الظهر، قد تكون تمزق بالعضلات اسفل الظهر، قد تكون شد في اسفل عضلات الظهر، وقد تكون عنده هو انزلاق. طبعا هذا بعد ما يروح يشخص يم الطبيب الاخصائي يشخص له الحاله انه عنده انزلاق، قد تكون عنده باللمبر يعني 4 اند 2 يعني حسب، هي عاده احنا انا اسميها بدات تصير عندنا متلازمه للاسف هذه. اي واحد تشوفيه كان عمره 18 سنه و20 سنه او الاكثر يعني يقول لك انا عندي انزلاق بالرابعه والخامسه. نعم. هذه مشكله. المشكله انه الممارسات الحياتيه احنا اليوميه هي اللي تاثر علينا هذه النتيجه، مثلا قد تكون طبيعه عمله مكتبي. نعم. فمثل ما تفضل الاخ هنا، هو عنده مشكله اسفل الظهر، بعد ما يشخص له الاطباء الاخصائي انه عنده بالرابعه والخامسه، رابعه ثانيه، هذه لها خصوصيه بالتمارين اللي تخص اسفل الظهر. فاذا يقدر يتابع اليوتيوب، بس يكتب حسنين الحداد تمارين انزلاق، انا منزلها بعد ما اتفقت وقعدت وشرحنا وطلعنا تمارين اللي تفيد كل فقره وكل منطقه بالضبط. نعم. تمارين انزلاق ممكن ياخذها بالبيت، هذه العقله اللي دا يحكي عليها ويخلي وزن بيها، اوجه له تحيه. الحقيقه ما انصح بيها، لانه لازم يروح يشيك ويا الطبيب، بعد ما يشيك ويا الطبيب ممكن يتواصل ويانا بعد، يعني ممكن نخلي رقم التليفون او الفيس على يم الشباب يعني. نعم. بالكنترول. نعم. وخليه يتواصل ويانا على الخاص ان شاء الله، وراح انصحه وقد نكون نوجهها على اخصائي. نعم يا ضياء، ابقى ويا الكنترول حتى تقدر تحصل على رقم الكابتن وينصحك شنو هي التمارين الرياضيه المفيده الخاصه ب خلينا نقول منطقه معينه من مناطق. نعم. العمود الفقري. وعندنا اتصال اخر، علي من ذيقار، صباح الخير. صباح الورد على ست وعلى ضيف الحلقه مالتكم. اهلا وسهلا، تفضل. سؤال الأستاذ، يعني أنا مثلاً أشتغل عمالة. نعم. وتعرفين إنه شغل عمالة هو إرهاق وتعب، لما أرجع بعد الظهر يصير تمريني بالقاعة كلش متعب، يعني شلون شنو ينصح الأستاذ بهذا الشيء؟ نعم. هو هسه أنا شوي ترى يعني يقول إنه أنا عملي إنه هو يشتغل عمالة. إيه يقول ففترة الليل من أرجع للقاعة وأتمرن ديلاقي صعوبة وتعب. أكيد. شنو النصيحة؟ وهذه حالة دائما تتوارد لنا. نعم. أنا شبابنا وحييك طبعا أكيد. أنا دائما أحكي أشجع هذا الفئة من الشباب، يعني يروح صحيح طبيعة عمله مجهدة وكذا وغيره. نعم. لكن خلي يمارس الرياضة. ممكن أنت بعد ما ترجع من عملك ممكن ساعة 2 أو ساعة 3 أو ساعة 4 ممكن تاخذ لك ريست ساعتين 3 ساعات، ما عندنا كل مشكله، ابتداء من الساعه 6 او الساعه 7 المغرب. نعم. تروح تتمرن لك بالزايد ساعه ونص، طبعا اكيد هذا مبني على اساس انه طبيعه جسمك طبعا تلعب دور كبير، الوزن مالتك، الحاله الصحيه وعمرك. واحييك. نعم، شكرا لاتصالك يا علي. طيب كابتن، نقدر نسالك انه كل انسان يعني يقدر انه هو يمارس الرياضه باي مرحله من مراحل العمر؟ كلش طبيعي، لان انا اشوف يعني حتى اعمارهم كبيره توصل 70 سنه 60 سنه. نعم. يعني ببقيه الدول. صحيح. وتشوفهم انه ما شاء الله لياقه بدنيه ما شاء الله، رشاقه، خفه بالحركه. أكيد. تشوفه يعني انشط من الولد الشاب. احسنتي، مو احنا نشوف الشيء بالشيء يذكر. انا دائما احكيها اقول يعني
هسه بعد الانفتاح اللي صار بعد التغيير 2003 ناسنا واهلنا بدات تطلع وتشوف تتثقف، يعني نحاول قدر الامكان ناخذ الثقافات الايجابيه بما فيها انه هذه الاعمار الكبيره. انا بالنسبه لي دائما واكد عليها انه الأمر مجرد رقم وياي بالرياضه للامانه، عمره 50 سنه 60 سنه لا هو شاب اوكي، دائما في تجدد للطاقه، تجدد للحيويه، يعني تجدد للخلايا، طاقه ايجابيه على مود انه اي شيء واحد ما بيها كل مجال كبير. عندي انا يعني يرتادون كانوا سابقا ما كنت اتواجد في صاله ما من صالات بغداد يعني عندي شباب عمره 60 سنه، عمره 65 سنه، عمره 70 سنه. بس هذا شلون اقدر اتعامل وياه اني كاخصائي؟ يعني قد تكون عنده ضغط، قد يكون عنده سكر، وهذا يعني راح نحكي تباعا شنو اللي فوائد الرياضه على هذه الامراض. وقد يكون عنده حاله صحيه مثل ما تفضل الاخ هنا اللي اتصل ويانا من بغداد ضياء. قال عندي انزلاق، هذا نتعامل وياه بخصوصيه، لكن اخليه يتمرن وبالتالي يحصل على طاقه ايجابيه ويحصل على قوام وعلى بدن صحيح. طيب كابتن عندنا اتصال ام منتظر واللي هي قاعده تنتظرنا حتى تسال سؤالها، تفضل يا ام منتظر. صباح الخير. صباح النور. صباح الانوار. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الانوار. صباح الانوار. عند طفل عمره 5 سنوات يحب يمارس الرياضه وهاي، يعني من شنو عمر انا اقدر ادخله نادي او فتشي؟ اها، يعني قصدها سؤالها انه شنو التمارين المناسبه للاطفال؟ للاطفال عمره 5 سنين، عمره 6 سنين، عمره 7 سنين فما فوق، وان شاء الله دوام الصحه والعافيه لابنائنا الجميع ان شاء الله. اكيد ممارسه السباحه، ممارسه كره القدم، ممارسه السله، وهذه الالعاب الجماعيه، الالعاب الفرديه الاثقال وغيرها لها خصوصيه. طبعا الاعمار اللي لازم تكون يعني عابر ال 13 ل 14 سنه هذه لعبه الاثقال، اكو العاب يبتعد عنها لانه احنا نسميها العاب عنيفه. بالنسبه لهيك اعمار يعني السباحه، كره القدم، هاي الالعاب الجماعيه بعد مرور فتره احنا نجزئها 3 اجزاء، الفتره الابتدائيه، الفتره المتوسطه والفتره المتقدمه. الابتدائيه اللي هي من عمره 5 سنين او 6 سنين لحد يعني 8 سنين، هذه تنحسب لحد 10 سنوات او 11 سنه. ممكن هاي الالعاب الجماعيه وحتى العاب الفنون القتاليه طبعا بحدود، هذا اكيد الاخصائي راح يعرف شلون يتعامل ويا هاي الفئه. فانا انصحها لاختي انه يعني تخلي يرتاد ممكن السباحه وبالذات بهذه الاعمار الصغيره. نعم، شكرا لاتصالك يا ام منتظر. اكيد الكابتن يعني قال كل النصائح اللي ممكن تفيد الاطفال وشنو هي التمارين الرياضيه المناسبه لاعمارهم. طيب كابتن انت ذكرت انه حمل الاثقال خلينا نقول او مو بكل التمارين انه الاعمار تقدر تمارسها. طيب انا شايفه انه يقولون انه اذا عمره صغير مثلا خلينا نقول 6 سنين 7 سنين ويمارس الحديد وهاي يعني خلينا نقول مال الهيكليه الجسم، تمام، انه خلينا نقول حجمه يتوقف او بعد مثلا ما يطول او شيء. انا شوف يعني شوف اي شيء احجامهم صغار، هي هاي المشكله. احنا بالصوره العامه لكن نحكيها بصوره علميه. نعم، ياكدون الاخصائيين انه هذه الاعمار اللي عمره 8 سنين ما اخليه يروح على الاثقال، يروح عمره بال 13 سنه 14 سنه. طيب شنو السبب هنا بالعضلات يعني تكون نمو المشكله؟ هذا الطفل في حاله نمو. يعني انت من هو هذا بمرحله الطفوله وبعدين يجي الى مرحله يعني اسميها اكو فتره انتقاليه بين المراهقه والبلوغ. فانت من هو طفل بعدين راح صار ولد كان من الجنسين اكيد. فبالتالي هذه المرحله في تطور من كل اعضاء الجسم، يعني حتى الغدد الصماء وغيره وغيره بما فيها المفاصل وغيرها المفاصل. فبالتالي هذه الالعاب الثقيله تعرض للاصابه، عدا انه هذا مال فتره النمو وما نمو يعني للامانه انا ما اعترف بها، لكن كخصوصيه انه هذا الالعاب الثقيله او نسميها الالعاب الاثقال وغيره بهاي الفترات العمريه ما ننصح بها. ننصح يعني هسه مثل لعبتنا كحاله خاصه لعبه بناء الاجسام والرشاقه، انا دائما اكد لازم عمره 17 فول دخل بال 18 يلا ذاك الوقت يقدر يرتاد لعبه بناء الاجسام وغيره، لانه لها مداخل كبيره يعني لها تغيرات فسيولوجيه ويا الجسم، وبالتالي لازم بعد استقرار مرحله البلوغ وفتره فتره المراهقه، تعرفين ستي شنو فتره المراهقه؟ يعني انا دائما احكي بها اقول مثل المصنع، ويبدي كل واحد من مجموعه هاي جروب وهذا جروب وهذا جروب، هذا يريد يثبت جدارته وهذا يريد يثبت جدارته، فبالتالي وصلنا الى محصله قمه الهرم بعد البلوغ، انه كليتنا اشتغلنا شغل صحيح، سوينا قوام جسم حلو وعقل وجسم سليم. طيب كابتن خلينا نشوف احمد من الانبار. صباح الخير. صباح الخير. صباح الانوار، تفضل. صباح الخير. شكرا على البرنامج. اهلا وسهلا. نعم.
انقطع الاتصال اكيد رح يعاود الاتصال، يجوز كان عنده سؤال بخصوص الرياضه. احنا حاضرين. طيب كابتن، اكو ناس انه هي تتعذر ما تقدر انه هي تروح الاماكن المخصصه مال الرياضه كنوادي كجيم، اي مكان مخصص للرياضه ما تقدر تروح له، خلينا نقول بسبب اي ظرف إذا كان، طيب بيقدر إنه هو يمارس الرياضة بالبيت؟ كلش طبيعي. زين، شنو خلينا نقول الأوقات، شنو التمارين الرياضية اللي ممكن تمام. يمارسها؟ تمام، طبعاً أكيد إحنا ما نحدد لازم بالصالة، لازم بساحات مفتوحة، وين ما كان حتى بالبيت تقدر تمارس الرياضة. وأنا مرات يعني أكد، مو مرات، دائماً أكد، حتى أنت تريد تروح تسافر. نعم. يعني لا تذب يعني تسوي شماعة وتقول والله أنا سافرت والتهيت وما عندي تمرين وما أقدر أتمرن. لا يا أخي، والله عندنا تمرين. إحنا هسه الساعة إيش قد؟ عندنا اذا هسه شفنا مكاننا بغير مكان يعني بغير دوله هو نفس الوقت فعلا، فنقدر نتعامل وياه هناك، وهنا ما نقدر نتعامل وياه. هنا مثل ما رجعنا الى النقطه الاساسيه، التايم مانجمنت، يرتب وقته حتى لو يحصل له يعني اسال يمكن البارحه او البارحه واحده نعم. من اخواتي سالتني قالت لي انا شلون اقدر اتمرن وما عندي وقت. قلت شنو ما عندي وقت؟ تقعدين الصبح الفجر على الصلاه؟ قالت نعم اقعد على الصلاه. اوكي، الصلاه رياضه للجسد والروح. أكيد. بعد ما تخلصين الصلاة وروحي مارسي التمارين الرياضية، هي بسيطة، مجرد ثلث ساعة انطيك اياها او نص ساعة، سويديات وغير السويديات والكارديو فيسكولار راح نحكي عليها، تمارين القلب والأوعية الدموية وشنو اهميتها للجسم. فبالتالي حصلتي على وقت بعد ما نظمتي وقتك وطلعي للدوام، كلش طبيعي. فبالبيت بامكاننا انه نتمرن. نعم. اوكي، عندنا اتصال. ام رائد، صباح الخير. صباح النور. صباح الانوار، تفضلي. عندي بيبيتي ام رائد. نعم. الانزلاق مع الظهر. نعم. الرابعة والثالثة. نعم. الله يعني تحبين تعرفين؟ يعني تحبين تعرفين شنو التمارين اللي ممكن تفيدها؟ اي. نعم. تقول عندي بيبيتي عندها آلام المفاصل وعندها بالعمود الفقري الرابعة وال نعم. ثانية يمكن قالت. اي رابعة ثانية. تقول يعني شنو التمارين الرياضية اللي ممكن تفيدها؟ يعني خلينا نقول مو علاج، ماكو علاج دائم 100% اكيد، طبعاً هو تخفف الالام تريحها شوي تقدر. نعم، نعم. يعني تحياتي للاخت المتصله وان شاء الله شفاء العاجل للوالده اكيد. اكو تمارين خاصه لاسفل الظهر مثل ما قبل شوي حكينا عليها باليوتيوب، يعني على قناه طبعا لها خصوصيه، وبالذات هاي الاعمار شلون ممكن نتحاكى وياها محاكاه. نعم. هذه ويعني تمارين بسيطة وإن شاء الله يعني يبدي يبين الفرق بها، مجرد أنه نعم. قوي أسفل الظهر عضلاته والأمور طيبة إن شاء الله. نعم، عندنا اتصال من نجيب من الديوانية. صباح الخير. صباح الخير. صباح الأنوار، تفضل. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أنا عندي ظهري من أشتغل، أنا عندي محل أشتغل فيه ووجعني منها شوية من فوق العضلة مالتي. نعم. الله يسلمك. أي والله. نعم. وما اقدر اتحرك يعني بعد ما اقدر اوقف اخذ مساحه ثلاثه لما اقعد استراحه وارجع ارد اشتغل. ايوه. نعم. يقول انه خلينا نقول المنطقه الفوق العجزيه مثلا. نعم. نعم. انه هذه المنطقه انه هو اثر عمله اكيد دا تاثر عليه ودا تاذيه، انه لازم ياخذ ريست ينام او يستراح يلا يقدر يكمل أكيد. المشوار العمل مالته يريد يعرف يعني خلينا نقول شنو هي التمارين اللي ممكن تفيده او شوف راح نرجع ستي على الرياضه وتاثيرها على الجسم. نعم. هسه احنا لو مثلا هو بس يتمرن تمارين سويديه، وانا اكيد يعني اخويا احييه على الاتصال. نعم. لو مثلا يراجع له اخصائي يشخص له الحاله، قد يكون عنده تمزق، قد يكون عنده شد اسفل الظهر. نعم. قد يكون عنده انزلاق، فكل وحده لها خصوصياتها فعلا. فبالتالي ممارسه الرياضه راح تغنيه عن هذه الالام، وهو طبيعه عمله مكتبي. وكل اللي انا اوجه رساله انه انت طبيعه عملك مكتبي، تمارين خاصه لاسفل الظهر حتى لو ما عندك انزلاق، هذه اذا اخذت الاربع تمارين والله تغنيك عن مراجعه الطبيب. وممكن ياخذ تمارين السويديه. نعم. خلاص الامور طيبه. نعم، شكرا لاتصالك. طيب كابتن اسالك انه هو من اسال المتصل من دا يقول انه تسبب لي الام اثناء العمل، هذه هي قله خلينا نقول لياقه بدنيه ما عنده لو طبعًا. اثار خلينا نقول التعب او الجهد. لا، هي اللياقه البدنيه اكيد، لانه اللياقه البدنيه نعرفها احنا دائما الجسد او الجسم هو الشخص يمارس الحياه اليوميه مالته باداء حسن او اداء اقل من الحسن احنا نسميه. هذا ناتج من الحاله الصحيه، ناتج من طبيعه عمله، ناتج من عدم ممارسه للرياضه. فبالتالي شلون انا اكسب القوه البدنيه؟ اكسبها من الرياضه، ممارسه التمارين السويديه، يعني اضعف الايمان. يا اهلنا وناسنا، يا تاج راسنا، الالعاب السويديه مين رادلها؟
يعني مجرد تاخذ من وقتي خلي فد 10 دقائق وورم اب اسوي احماء ستريتشنج تمطيه لكل مفاصل الجسم عضلات الجسم خلاص حركه لاجزاء الجسم مجرد حركه يعني هسه احنا اهلنا وناسنا كلها اللي يعني تشوفي يعاني من اسفل الظهر يعاني من شغله القولون طبعا هذا هم يعني واحده من انا بديت اسميها متلازمه لانه استرس العمل استرس الحياه وبالتالي تشوفي يا اللي يعني شباب صغار يقول لك انا عندي قولون طيب فعلا فعلا اذا رجعنا على تاثير الرياضه الى الحاله النفسيه طلعتني من استرس العمل طلعتني من استرس الحياه فبالتالي القولون واغلب شبابنا وناسنا اللي عنده هذه المشاكل يمارس تمارين المعده تمارين البطن يعني الكرانش نسميها تمارين البطن خلاص القولون هو الشد العصبي صاير عنده انتفاخ يعني شاد لما يتمرن انبساط انقباض انبساط انقباض انتهى استرخت وطلع الاسترتشنج من عنده العفو طيب اللياقه البدنيه ما لها علاقه بالوزن احنا نشوف انه اكو اشخاص وزنهم ثقيل ومبالغين خلينا نقول واصلين حد من السمنه او الثقل وتشوفه يعني خفيف انه اخاف مثلا بالركض بالقيام بالجلوس صحيح. انه اخاف من صحيح. الشخص العادي اللي مارس وهذا معتمد ستي على الوزن هل هو الوزن هذا فات لو ماسلز اذا عضلات اكيد عنده قوه بدنيه ناتج هذا لانه مراحل عمريه واستمر لحد ما وصل لهذا المستوى وقد يكون مثلا هو فات ما عنده التزام بالاكل وهذا نعم يمارس الرياضه بالتالي كسب القوه البدنيه فتشوفين حركته وهذا اذا عنده قوه اعصاب عنده قوه عضلات وعنده المفاصل قويه طيب بالنسبه للالتزام بالنظام الغذائي شنو المكملات الغذائيه اليوم اللي تكون لها علاقه بالهرمونات حتى يقدر انه تحفز خلينا نقول عنده هاي الطاقه لا شوفي ستي الحقيقه اكو عموما يعني لما يجي يحكي على المكمل الغذائي والهرمون لازم نميز بيناتهم نعم المكمل الغذائي اللي هو السبلمنت هذا عباره عن بروتين كربوهيدرات مالتي فيتامين يعني فات حسب كل واحد وخصوصيته هذا السبلمنت الهرمون عباره عن سترويدات تدخل في الجسم اكيد تتعامل ويا الغدد الصماء وغيرها نعم. فاحنا ما ننصح بها اكيد ودائما ناكد على شبابنا اللي يرتادون الصالات الرياضيه يروح من دفع من اليوم يعني هو انت مواطن عادي اليوم وهذا وتريد تروح اليوم للصاله تريد تغير في ليله وضحاها ما ممكن فاللي نعم. احنا نتمناه من شبابنا لين يدفعون لا تغرك المظاهر فعلا اخذ النصيحه من المدرب اخذ النصيحه من الاخصائي تروح تتمرن بعد التمرين يعني لازم دائما انا اكد على الغذاء الغذاء اساس يعني مو هو لا المكمل الغذائي ولا الهرمون يعني انا دائما اسميها عصا موسى يعني مال هاري بوتر هاي العصا اي ماكو شيء يعني خلينا نقول يوم ولا لا غيره. انه هو قبل يحصل على هذه المشكله ستي هذه بدت شبابنا يندفعون يريد في ليله وضحاها يغير من جسمه ماكو نعم شيء يراد لنا تعب يراد لها مواصله للتمرين يراد لها التزام يراد لها نوم صحي هذا النوم انعكاساته جمع على الجسم فعلا. اغلب شبابنا هسه تشوفيه للثلاثه وللاربعه والخمسه الفجر واكو بيهم يظل للسته الفجر يعني كم ساعه يكون النوم الصحي كابتن؟ النوم الصحي ابتداء من الساعه الثانيه عشر ليلا لغايه الساعه السادسه السابعه حسب يعني هذه ساعه بيولوجيه الله خالقها يعني سبع ساعات كافيه تكون للجسم كلش كافي يعني اللي يسهرون حيزعلون علينا ما يقبلون اللي طبعا يزعلون علينا دائما انا زعلان من عندي بس اكيد ما راح يزعلون من نوجههم على المسار الصحيح ويبدي يشوف انعكاساته على جسده وصحته لا يشوف يقول انا وين كنت وين صرت والحمد لله طيب اذا ننصح نقول انه نعوف العضله من وحدها هي تنبني وتوصل للحجم المطلوب بدون اخذ اي اوبر اي مكملات تكون هاي الهرمونات اللي يضربوها تساعد على نفخ وتسوي امراض او اكياس تحت الجلد هاي كلها يبتعدون عنها انه يطول ستي هي مو بس الاكياس هذه طبعا عالمها عالم خاص ويراد لنا حلقات كامله على المنشط نحكي به نعم. لكن المكمل الغذائي الى فتراته نعم. شوفي احنا عموما يعني عموما بالمجتمع مالتنا ثقافه التغذيه وثقافه المكمل الغذائي ما عندنا نعم. المكمل الغذائي هسه انا واحد من الناس من يجيني اللاعب مو من اليوم اقدر انصحك او مو اقدر فعلا. لا ما انطيك المكمل الغذائي اليوم انا اخليه في فتره 6 اشهر اللاعب يعني اليوم هو ما يعرف للحديد ودخل يبدي يتمرن او اي رياضه ثانيه لما يتمرن بالنسبه انه يعني بصوره خاصه كلعبه بناء الاجسام نعم. يعني 6 اشهر انطيه اسميها فتره اختبار هذا اللاعب تبدي يعني تقلبات الجسم من ناحيه الجهاز الهضمي من ناحيه الجهاز العضلي من ناحيه الجهاز العظمي كليته بالكامل اسلوب حياته فبالتالي يطلع من هذا الروتين دخلناه الى مود ثاني ويا خلال هذه الفتره متابعه اكيد شهريه من ناحيه الغذاء ومن ناحيه التمرين ومن ناحيه الراحه ومن ناحيه التطور البدني فبالتالي ننصحه بعدين بالمكمل الغذائي كل اسمه مكمل غذائي اكو عناصر احنا نحتاجها ما ممكن نوفرها بالغذاء بصوره كامله فعلا فبالتالي نحتاجها لكن لها فتراتها ولها خصوصياتها
طيب كابتن، نصيحة أخيرة اليوم تحب توجهها من خلال برنامج يوم جديد للي هاملين الرياضة وانه يطنشون، أو خلينا نقول متجهين انه بس لوجبات هاي الوجبات السريعة اللي أكثر شيء هي السبب لهم الأضرار للجسم. هسه غزتنا للسوق الفاست فود هذا. طيب يعني طيب نصيحة أخيرة اليوم توجهها حتى يقدرون انهم يمارسون الرياضة وما يمتنعون عنها بأي سبب كان، حتى وإذا كان على فراش. لا لا لا، هو ستي حتى لو اذا كان مريض للامانه، حتى المريض هم عنده الى خصوصيه بالتمارين. فانا اوجه نصيحتي لشبابنا وناسنا وأهلنا، الوقت ما ينتظر احد فعلا، فحاول تستغل الوقت وحاول يعني تتمرن اي رياضه. هم دا يستغلون حتى الوقت بس ببجي، الببجي غزتنا، الببجي مو بس فقط الببجي، اي مواقع تواصل اجتماعي. ستي انا دائما احكي اكد على هذا الشيء بالضبط، التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا عموما ممكن اني اخذ من عده شغلات ايجابيه وممكن اخذ من عده سلبيات اللي هي تلهين وتاخذ من عدي وقتي وكذا، لكن اني اذا اجيت استغليتها بصوره صحيحه ايجابيات لا اكيد. نعم. راح ينعكس علي من الناحيه الذهنيه والصحيه والبدنيه. نعم. طيب كابتن، انت اليوم نورتنا برنامج جديد واحنا نشكر تواجدك اليوم ويانا، واكيد وجهت كل النصائح المفيده وذكرت انه الرياضه لها فوائد تكون كثيرة إذا كانت من ناحية الصحية اجتماعية. أكيد. جسدية. أكيد. كل هاي حتكون فوائد الرياضة. اليوم نورتنا، شكرا لك. الله يسلمك، حياكم الله. حياكم. نعم. الله، شكرا جزيلا. نعم.